ايه رأي حضرتك في ايفنت النهاردة؟ انا شايف ان الايفنت كان يعني من انجح الايفنتس اللي كانت موجوده في الخاصه بالفريش جرادز والناس اللي لسه فريش خارجين من الجامعه بتاعتهم. طبعا كان ناجح جدا جدا جدا، الناس كلها اعتقد استفادت بقدر كبير والحمد لله. اتمنى من ربنا ان هو يتكرر مره واثنين وثلاثه، اكيد في خريجين اكتر واكتر، واكيد في ناس كتير محتاجه ان هي تستفاد بالايفنت اكتر من كده ان شاء الله، وده اللي انا اتمنى من ربنا ان هو يحصل. مع بس شوية حاجات بسيطة جدا، السبيكرز كانوا موجودين كانوا هايلين جدا، التنظيم كان محترم جدا، الوقت كان كافي قوي 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 وكان كبير الحمد لله. الناس اعتقد استفادت بأكبر قدر ممكن، بلس ان بقى يعني الاستكمال يبقى الكونكشنز اللي احنا هنعمله مع الناس بعد كده ان شاء الله. كان ايه مساهمة حضرتك والموضوعات اللي اتكلمتوا فيها في ايفنت النهاردة؟ كان اكتر جزئيتين خاصين بالاتش ار او التشالنجز اللي بيقابلوها الفريش جرادز مع الاتش ار، من سي في بتاعهم مش كويس قوي، فليه بيترفضوا من قبل اصلا ما بيجوا الانترفيوز، لما بيجوا الانترفيوز ايه البارييرز اللي قابلوها وايه الحاجات اللي بتخوفهم من الانترفيو وهم موجودين وايه المشاكل اللي قابلوها. وكان رد بكل بساطه ان انت تبقى محتاج تعرف بس شويه حاجات عن المكان اللي انت رايح تشتغل فيه قبل ما بتروح المكان، فبتحتاج ان انت اكتر شيء ممكن تكون مرتاح وهو انت رايح ان انت تبقى عارف كل حاجه عن المكان بتاعك، المكان بتاعك يكون عارف الناس اللي تقابلك هناك، عارف كل حاجه خاصه بالشغل اللي انت راح تشتغله بالمهام الوظيفيه بتاعتك. فلما بتتسال في اي حاجه المفروض انت بتجاوب عليه. الجزء الثاني خاص بان انت تفتح ازاي مجال كخريج حقوق، من اللي انت خريج حقوق عادي اللي انت تخش مجالات مختلفه زي الاتش ار فور اكزامبل، وده اقرب مجال ممكن تخش فيه لان مجال الاتش ار مجال واسع جدا ومجال محترم جدا وكبير، فتقدر انت من خلال مجال الاتش ار دوت تفتح لك سكه كتير جدا كخريج حقوق، واقرب حاجه اللي هي قانون عمل ودايرته بالتامينات الاجتماعيه ومكتب العمل والحاجات اللي كتير دي، فبالتالي كبيرسونال مثلا. ومن ناحيه ثانيه برضو يكون الجزء الخاص بيه اللي انت مجال شغل مختلف شويه عن المجال اللي موجود فعليا على ارض الواقع كشغل الليتيجيشن او شغل مكاتب العمل مكاتب المحاماه واللي هي اللو فيرمز او اللو فيرمز او الحاجات اللي هي الكوربريت زي مثلا الديبارتمنت بتاع ليجل في كل شركه. فبالتالي لما بيكون في اي فرصه مختلفه عن المجالات اللي كل الناس بتجري عليها بتبقى حاجه احسن انت تلاقي وظيفه بسرعه وتلاقي مجال تشتغل فيه كويس. ايه اللي حضرتك حابب تشوفه في ايفنت على المنصة اللي جاي؟ حابب اشوفه على المنصة الفترة اللي جاية ناس اكتر. الايفنت كان ناجح جدا، اتمنى يتعمل في حاجات اكبر والناس مستفيدين اكبر. السبيكرز كانوا هايلين جدا، يبقى في سبيكرز من نوع تاني جديد، تفتيح مجالات تانية زي ماركتينج فور اكزامبل جوه حاجات ماركتينج للسيلز، المجالات اللي ممكن خارجين الحقوق يحضروا فيها ويكونوا ناجحين جدا يخشوا فيها، مش شرط يشتغلوا بس محامين، مش شرط يشتغلوا بس في القسم او الديبارتمنت او في ليجل في الشركات المختلفه، لا يخشوا الاتش ار، يخشوا ماركتنج، يخشوا سيلز، يجيبوا لهم خبرات مختلفه خارجين حقوق، اشتغلوا في الحاجات دي وقصص نجاح يقدروا يستفادوا منها عشان الناس تشتجع وتخش المجالات المختلفه.